باك رايت. اه لا عايز العب عايز يلعب يمكن رجلو. اجيد فيها بس هي كانت ماشيه. خلي بالك نادي الزمالك السنه دي ويمكن الاستاذ مرتضى يد يتفرج عليه ماشي بالنيات. النيه السليمه اللي خلت نادي الزمالك دلوقتي في الحته دي مع امكانيات وقدرات لا حاجه تانية بقى خلاص بالظبط كده يعني بالظبط. انا عن نفسي حضرت موقف محاربه السيادات المصريه من 18 لعيب جم ودول دلوقتي اللي موقفين النادي على رجله وهم اللي خدوا البطوله والملعب اللي هو المشوار الطويل اللي زي ما اسلام بيقول النهارده مش موجود بكره هو موجود انا مصاب انا ايقاف فما تحسش ان في فرق كبير قوي دي حقيقه في لعيبه نادي الزمالك دي حقيقه راجع من الحب لما اسلام يطير وهو قاعد بره على عمر جابر في ماتش يجيب جون دي الروح اللي كان نادي الزمالك فاقدها من زمان بالظبط او مفتقدها يعني لكن الحب السنه دي بان جوه الملعب اقل لعيبه طلعت في الصحافه والتلفزيون لعيبه نادي الزمالك دي حقيقه دي حقيقه لان اتقفل والراجل قعد معانا في اول السنه سنه 15 قال ان لازم نقفل اسرارنا ما تطلعش بره كان بعض الناس بتزعل ان فين التشكيل ما فيش وما يطلعش الحاجات دي ما كانتش قبل كده موجوده في نادي الزمالك فما تيجي تعمل نظام واللعيبه تساعدك انا بقى بتكلم عن نفسي انا تساعدني وتفضي دماغي للملعب ده انا كنت فخور جدا انا بمرن اللعيبه دي.